امتثالا لطبعا إجراءات الخدايريز رقم 33 على اليسار توبي ألدر فيريلد البلجيكي في المحور مع الإنجليزي إريك دير ثنائي الارتكاز موسى سيسوكو فريق لايسك النمساوي الآخر في دور المجموعات هنا كرة لحارس المرمى ألكسندر كوفلر خروج قل من الوسط بين موسى سيسوكو سون وديلس الاتحاد الأوروبي كرة واحدة اثنين ممتازة خطيرة داخل منطقة الجزاء سون للمرور سون لأول الأهداف سون هرب سون يسدد جول غريبة يا سون لم تمر كرة الأوروبي لأول مرة الفريق النمساوي في كرة تلف وتدور عند أول المدافعين ديلالي يلعب كرة المدافع النمساوي بالرأس تغطية حاضرة من توبي موسى سيسوكو بينما سبيرز لدغه المان سيتي عند آخر سون وكرة داخل منطقة الجزاء لسون خطيرة لديلي علي بيل في العادة في توتنهام بيل والعرضية هناك تسلل مرة كرة بالرأس جول الهدف الأول في اللقاء لسبيرز عن طريق الكوري الجنوبي سون يدون أول جول في المباراة لتوتا لسبيرز ولجوزي مورينيو الكرة برأسه في مرمى ألكسندر كوفلر لم يأتي ثم عدل الكفة الثلاثة كاد أن يفقد هذه الكرة هاري وينكس الخطأ لسين لوكاس مورا ديلي ببراعة ديلي والثانية ضيع ديلي علي بمهارة بالشطارة مرة صلت لسيسوكو موسى من يأتي للكرة بعيد الظهير الأيسر لويزي بن دايفيز انتقلت سريعة بين موسم مع سبيرز كرة خطيرة للتعادل التعادل التعادل الحارس أوغو ليوريس من أمام ديان يوبت يمر بايل جاريت والعرضية خطيرة فرصة الثاني بالتالي قد يعني لا يفكر في هذه المباراة يوفيليتش يحاول يوفيليتش بيل صاحب التمريرة الحاسمة بيل والثانية بيل جول يا بيل 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 بمهارة أين وضعت هذا المدافع النمساوي أين تركته يجر قدميه ويسحب جسمه باحثا عن النجاة من الغرق هل هو الجورجي لوكا لوخوشفيلي ما الذي فعله بك جاريث بيل يا لوخوشفيلي ويختف مع سون سون مر سون عبر والخطيب وين يا مورا وين والكرة لهاري انطلاقة في محاولة في اختراق رائع والثالث جول يا رائع يا ساحر يا ماهر يا فتاك أيها الراقص راقص السامبا يمر من هنا على طريقة الأرجنتينيين الظاهر الراحل مارادونا والحاضر البرغوث ميسي هنا عبر لوكاس مورا هنا تجاوز هذا الدفاع بكل شطر حصة طوبي من يتداول على تسجيل مزيد من دوارتي دوارتي والعرضية لديل علي عنده فيتور بايا باولو فريرا كوستا واتي داريو فيزينجر والتسديدة اليوريس أوغو ليوريس في مكان المثالي وقتها فعلها أمام موناكو في بودابست المجرية ديلي علي يرتكب الخطأ اللي كان في الريفر بليت خطأ لسون يسجل رابع الهدف الدولي الجزائري مات دوارتي كرة عرضية خدوات ما بين الجانبين دقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي لشهد المنافسة أمام سبيرز يعني له الكثير هو يكتب التاريخ سيسوكو والخطأ للصربي ديان جدا للفريق النمساوي لطافي أرنر فوق الشباك وعلى ذلك تأتي صاف في المنافسات الأوروبية يستطيع أن يسجل ثلاث أهداف وقت هذا الموسم أو في تسع مباريات منذ استلام مورينيو اللي يبحث عن حل بلمسة على اليسار للوكاس مورا خطيرة يا مورا فرصة خطيرة يا بي وقارت والهدرز من المينينج الريال اللي صار عليه قارت بيل ثقل باميديلي جيرماين علي والحكم الرابع أولسوي
سيسوكو محاصر لاعب وسط الميدان قريبة من المرمى. يلعب مع منتخب النمسا كرة إلى ركلة جزاء ارتكبها موسى سيسوكو. أي خطأ يرتكبه الفرنسي الآن. ركلة جزاء فرصة تدليل الفارق والكرة إلى المرمى. نعم ليندل يدلل الفارق. ليندل النمساوي يسجل. داو كيث بوركين شو فولسبرغر في محاولة من ليندل عرضية طوبي بيل والحارس يتدخل بخطأ. الحارس ألكسندر كوفلير كذا نيودي أمام المان سيتي ثلاثية أمام المدرب جوزي مورينيو فريق لوكاس مورا. ومورا بجنب بن دايفيز زاد من دايفيز إلى لوكاس مورا والتحضير سيسوكو يحتفظ به المدرب لقادم اللقاءات. فينيسيوس ولمسة خطيرة للبرخفين. فينيسيوس كان يمكن طويل الكرة بالرأس تدخل المدافع نوفا. نسبة الاستحواذ 62% الأرقام طبعا. نعم وكرة الثاني والثاني هذه الثاني بالكرة في العارضة وفي على خط المرمى. جول لا لم تدخل إلى المرمى. ديلي آلي وسط التكنولوجيا تقول ما في هذا خسر. وكرة طويلة لفينيسيوس وديلي فرصة الرابعة يا ديلي آلي الحارس. هذه في التدريبات يا علي. إيفرتون ديلي آلي كرة خطيرة للثاني والثاني يضيع. هاري وإيريك يا للمهارة مرة الأرجنتيني تفضل. دورتي عبر يبحث عن ركنية يبحث عن عرضية جاءت الفين برخفين وإيريك والتسديدة بات من جانب سبيرز بينما كرة لتينك شيخ كرة من ركنية بالرأس مرة أخرى. هذه التمريرة لفودار برخفين لكن خارج ملعبه في منافسة الدوري الأوروبي أو كأس فريق فولفسبرغر. وكرة لاميلا الرابع يا سبيرز الرابع يأتي من البرازيلي كارلوس فينيسيوس. البرازيلي يعكس ويتقاطع مع هذه الكرة برأسه إيريك لاميلا حولها كارلوس فينيسيوس إلى الشباك لم